نفس الإصابة المسلحة تعود من جديد في محاولة سطو على سيارة في محافظة النجف. المحاولة باءت بالفشل، لكنها أدت إلى إصابة طفل بطلق ناري أثناء اشتباك السارق مع صاحب السيارة. محافظ النجف لؤي الياسري حمل القوات الأمنية مسؤولية الخرق الأمني وعملية السطو في المحافظة بعد أن تبين أن العجلة التابعة للعصابة تسير بالمحافظة دون لوحات التسجيل وبزجاج مظلل منذ أكثر من شهر. فلنشاهد. بالنجف هذه السيارة كانت حقيقة مظللة وبدون أرقام، وبالنتيجة تتحمل الأجهزة الأمنية في محافظة النجف الأشرف تبعات هذه القضية باعتبار هناك توجيه سابق من قبلنا برفع كل الزجاج المظلل من السيارات سواء كانت حكومية أو مدنية أو شخصية بما فيها سيارات المحافظ، ورفعنا الزجاج المظلل لعجلاتنا الخاصة بنا. لذلك اليوم وجهنا مديرية الشرطة بالقيام بحملة موسعة لمتابعة كل العجلات المظللة ورفع كل التظليل وكذلك السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل.